بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الآن والأبد أمين. نكمل مع بعض أحبائي دراستنا في إنجيل معلمنا ماري متى. كنا خلصنا الإصحاح الرابع وبدأنا في الإصحاح الخامس، وإحنا عارفين إن إصحاحات 5 و6 و7 هي موعظة على الجبل. أخذنا مرة اللي فاتت التطويبات، ونبدأ النهاردة من العدد 13. يقول كده: أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. ربنا يسوع أحبائي اتكلم في الأول عن التطويبات، وكأن التطويبات ديت سلم روحي الإنسان المسيحي يرتفع عليه بعمل الروح القدس في حياته عشان يوصلوا السلم الروحي ده للحياة الأبدية مع الرب يسوع المسيح. ربنا يبدأ بعد التطويبات يشبه أولاد الله بملح الأرض. ليه الملح؟ الملح لا يمكن الاستغناء عنه في أي أكل. يعني لما تيجي تعملي أكل أو تيجي تاكل أي أكل، مش ممكن الأكل يبقى ليه طعم من غير إيه؟ غير الملح. مهما كان الأكل يعني مطبوخ حلو قوي ومستوي حلو قوي وتمام وجميل خالص، من غير ملح ملهوش إيه؟ ملهوش أي طعم. فخلي بالك إن أولاد الله هكذا، هم ملح الأرض. الملح ليه سمات وليه خصائص، والخصائص دي مرتبطة جدا بالإنسان المسيحي. الملح الوحيد بين كل الإضافات اللي لما يتحط على الأكل بيتميز بأنه لو اتحط في حدود معقولة وباعتدال ما يظهرش طعمه هو، لكن يظهر طعم الإيه؟ طعم الأكل نفسه، يظهر طعم الأكل نفسه. كمان يليق بالإنسان المسيحي هكذا إنه يدوب في حياة الغير، يدوب في حياة الغير، لكن في اعتدال. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه لا يفقد الآخرين شخصيتهم، بمعنى إنه لا يفقد الآخرين مواهبهم، لا يفقد الآخرين سماتهم الخاصة. يبقى في حياة الغير لكن مش بيخليهم نسخة طبق الأصل إيه؟ منه. يبقى عامل كده زي النسيم الهادئ، الناس تستنشقه ولكن ما يبقاش زي العواصف تجرف اللي قدام. تاني صفة من صفات الملح إنه بيحفظ بعض الأطعمة، عشان كده الرب يسوع يقول: وإن فسد الملح فبماذا يملح؟ إذا كان هو اللي بيحفظ الناس من الفساد. لو باظ الملح يصير خطر على كل من يستعمله. هكذا الإنسان المسيحي هو قدوة، ولو القدوة فسدت أثرها تبقى أثار خطيرة جداً على الناس اللي بيقودهم. عشان كده الرب يسوع لما جه يتكلم في يوحنا 17 وكان يناجي الآب يقول إيه: أنا لا أطلب أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. أنا مش طالب أن أخذهم من العالم. ليه؟ لأن ليهم دور، هم ملح الأرض، بس أنا مش عايز الملح ده إيه؟ يفسد. مش عايز الملح ده يفسد. عايزك تحفظهم من الشرير، علشان لو الشرير اتمكن منهم ضاع الدور بتاعهم.
ضاع الدور بتاعهم. عشان كده أحبائي، إحنا كأولاد الله لينا عملنا ولينا دورنا كملح للعالم. ربنا كان في القديم في أيام إبراهيم كان ما كانش هيحرق سدوم وعمورة لو فيهم 10 أفراد. ليه؟ قال له كده، لو في 10 أفراد أبرار أنا مش هحرق المدينة. ليه؟ لأن كان ممكن يبقى 10 دول ليهم تأثير على الآخرين، كانوا هيبقوا عاملين زي الملح اللي يحفظ الناس الأخرى، يبقى ليهم تأثير على الناس الأخرى الأشرار. عشان كده إن فسد الملح فبماذا يملح؟ الملح كمان يا أحبائي لونه أبيض ونقي، والإنسان المسيحي إنسان نقي وأبيض، ونقاؤه يخلي يبقى ليه تأثير على الآخرين. ولكن لو اتسخ هذا النقاء فبماذا يملح؟ قديس جيروم يقول قول جميل قوي، يقول ايه؟ يقول ان سقط الاخرون ربما يستطيعون ان ينالوا العفو. يعني لو الناس التانية وقعت في الخطية ممكن ينالوا العفو، ما لهمش يعني ليهم عذره، ولكن ان سقط المعلم فإنه بلا عذر. بمعنى إيه؟ إحنا بنعلم الآخرين، إحنا لينا دور إن إحنا نعلم الآخرين بحياتنا، نعلم الآخرين بحياتنا. طيب أنا هعلم إزاي وأنا نفسي إيه؟ وأنا نفسي ممكن أكون الخطية مسيطرة عليا، ممكن أكون فسدت. طب لو فسد هعلم التانيين إزاي؟ ربنا يكمل ويقول أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت، فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. مين هو النور الحقيقي؟ هو الرب يسوع نفسه. النور الحقيقي هو الرب يسوع نفسه. عشان كده نقول له أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آت إلى العالم. أنت رب النور الحقيقي. طب إحنا إيه يا رب؟ أنتوا كمان نور، أنتوا كمان نور. ربنا خلى أولاده يعكسوا نوره على ايه؟ على العالم. مش الشمس بتعكس ضوءها على القمر، ها؟ فالقمر يعكس ضوءه ايه؟ على الارض. هكذا اولاد الله، هكذا اولاد الله يكونوا كالمصباح يضيء للعالم. والنور معناه انه بيرشد، بيرشد. لما في مركب تبقى مش عارفة المسير بتاعها، مش عارفة فين المينا، ينوروا لها ايه؟ ينوروا لها المنارة بتاعتها. النور ده يرشد المركب دي لايه؟ للمكان. هكذا أولاد الله أحباء هم نور للعالم، نور للعالم، بيرشد الآخرين في حياتهم، يكشف للآخرين عن الشر اللي هم بيعملوه. عن طريق ايه؟ عن طريق وصية ربنا اللي بينفذها أولاد الله. لما أنا كابن ربنا بنفذ وصية ربنا، أنا مش بس حاجة مفيدة ليا أنا ودي حاجة جميلة ليا، لا، ده أنا كمان بسلوكي ده برشد إيه؟ برشد الناس الآخرين الأشرار. فخلي بالكم يا أحبائي، ربنا يسوع بيقول لنا أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. عايز يقول لينا إن إحنا لينا رسالة على الأرض، لينا رسالة على الأرض. رسالتنا على الأرض هي امتداد لرسالة الرب يسوع نفسه على الأرض.
رسالة الرب يسوع على الأرض هو أن يعلم ملكوت الله وأن يمجد الله وأن يحفظ العالم من الشر والشرير. السيد المسيح جاء كمخلص للعالم علشان كل واحد يؤمن بيه يكون ملكوت الله داخله، يعلن ملكوت الله داخل كل إنسان يؤمن بيه. كل إنسان يؤمن بيه يمجد الله، كل إنسان يؤمن بيه يحفظه من العالم ومن الشر والشرير. رب يسوع يقول كده في يوحنا 17 وهو يناجي الآب، يقول له كده: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني قد أكملته. أنا جيت علشان أمجدك على الأرض. إذن يا أحبائي، في خدمتنا في حياتنا على الأرض لابد أن تكون امتداد لعمل الرب يسوع. هو أتمنى على إكمال رسالته، عشان كده قال لنا: أنتم ملح الأرض وأنتم نور العالم. هو أتمنى أن احنا نعلن اسمه، أتمنى أن احنا نعلن اسمه، عشان كده يقول لنا: لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. هم مش شايفيني، هم شايفين ربنا اللي إيه؟ اللي جوايا. هم مش شايفيني أنا، هم شايفين النور اللي جوايا اللي بعكسه ليهم. بقول لهم: النور ده مش نابع مني أنا، ده النور ده بتاع مين؟ بتاع ربنا. النور ده بتاع ربنا. إذن يا أحبائي، الرب يسوع يأتمن على رسالة. قول جميل جدا للقديس يوحنا ذهبي الفم، يا ريت نركز فيه شوي. يقول إيه؟ يقول كده: لا يمكن أن يوجد مسيحي في الحياة بدون رسالة. مفيش مسيحي في الحياة بدون رسالة، ولا يمكن أن يكون المسيحي غير خادم. واحد يقول: طب أنا مش بخدم. هقول لك هتخدم إزاي. أقول لك كده: فهو كالشمس تنير للكل وتطفئ الكل بلا شروط. أنت تخدم الكل بحياتك وبسيرتك وبأعمالك الحسنة. يكمل القديس يوحنا قول عجيب قوي، يقول إيه؟ يقول كده: إن حدث أن الشمس لا تضيء أو لا تطفئ، يعني لو قالوا لك إن الشمس ما بتنورش أو الشمس لما تقف تحتيها ما تدفكش، يعني ما تشعرش بدفء، قد أصدقك. يعني لو أنت قلت كده ممكن أصدقك، ولكن لا أصدق أنه يوجد مسيحي لا ينير. مفيش مسيحي ما ينورش، مفيش مسيحي ما ينورش بأعماله، مفيش مسيحي ما يكونش ملح للأرض، ملح صالح للأرض، مفيش مسيحي مش نور للعالم. ليه أحبائي؟ لأن المسيحي إنسان شبعان بروح المسيح. اسم على مسمى، مسيحي يحمل هذا الاسم الحسن، يحمل هذا الاسم الحسن، يحمله في حياته بالحقيقة. هو الذي يعمل فيه. ولما أشبع بالرب يسوع تلاقي الإنسان المسيحي جواه روح عطاء، جواه حب، جواه بذل، تلاقيه بيكرز بحياته، تلاقيه حامل لصفات الرب يسوع داخله. فخلي بالك، خلي بالك ان الانسان المسيحي عايش في العالم ولكن العالم مش عايش فيه، العالم مش عايش فيه. يقول احد الاباء كده قول جميل قوي، يقول ايه؟ يقول: كما ان النفس هي سر حياة الجسد، يعني جسد بلا نفس ايه؟ فيش. هكذا المسيحي
هو سر حياة العالم، هو سر حياة العالم. العالم عايش عشان أولاد الله، العالم باقي عشان أولاد الله. يقول كده: المسيح يحيا في العالم ولكنه غريبا عن العالم. هكذا المسيح يحيا في الجسد ولا يحيا بحسب الجسد. في فرق كتير، في فرق كبير ما بين إنسان يحيا في الجسد، كلنا عايشين في الجسد، ولكن في إنسان عايش حسب الجسد. مش ده المسيحي، مش ده المسيحي. أيضا من الرسالة الواجبة على أولاد الله تجاه العالم حاجة مهمة قوي، هي الصلاة، هي الصلاة. هو شاعر أنه ملح الأرض وأنه نور للعالم، فشاعر بمسؤولية فبيبطلش صلاة. الصلاة بالنسبة له لا تقتصر على نفسه، لا تقتصر على نفسه، تشمل الآخرين. دورك مهم، أنت دورك مهم كابن ربنا. دورك أنك تصلي من أجل الآخرين. دورك لما تشوف مشكلة عند حد صلي من أجله، صلي من أجله، صلي من أجل المشاكل الموجودة في العالم. تقولش وأنا مالي، ده بيحصل في البلاد البعيدة. لا، ليك دور، ليك دور. صلي من أجل غير المؤمنين. هل بتصلي من أجلهم؟ هل بتصلي إن ربنا يفتح ذهنهم، إن هم يعرفوا الحقيقة؟ صلي من أجل أولادك وأولاد غيرك. صلي من أجل المجتمع وسلامه، ده دور، دور مهم. صلي من أجل الكنيسة، صلي من أجل رئيس الكنيسة، صلي من أجل سلامة الكنيسة، صلي من أجل الكهنة والشمامسة، مهم جدا. كل شيء شايفه مش كويس صلي من أجله، صلي من أجله. الكنيسة تعلمنا كده، بس تلاقي في الكنيسة صلوات عجيبة، يقولك إيه؟ تذكر الرئيس، يقولك اذكر يا رب الرئيس والجند والرؤساء والوزراء، بس كده. يقولك ومداخلنا ومخارجنا، زينهم بكل سلام، زينهم بكل سلام. ليه أحبائي؟ لأن الكنيسة وأولاد الله ملح الأرض ونور للعالم، ملح الأرض ونور للعالم. لينا رسالة تجاه العالم، بنصلي من أجل العالم، ده دورنا وده واجبنا. رب يسوع يقول: لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال. مفيش واحد ينور نور ويحطه تحت ايه؟ تحت غطا. المكيال هنا يشير الى حجب النور الروحي في الانسان. هو الانسان الروحي ده جواه نور، جواه نور. طب امتى يغطي النور ده؟ لما الإنسان الروحي أو الإنسان المسيحي يغلف روحه بالملذات الجسدية والأمور الأرضية، يحبس الروح اللي جواه، يحرمها من الانطلاق، كأن واحد حابس حد كده، حابس، حابس النور اللي جواه، يتحول جسده لعائق، عائق لروحه، عايش حسب الجسد، فعمل إعاقة للروح. بدل ما يكون الجسد معين خلال ممارسات الروحية بقى عائق بالنسبة له. عشان كده الرب يسوع يقول لنا: ما تحطوش النور تحت المكيال، ما تحبسوش النور الروحي اللي جواكم بالشهوات الجسدية، لكن حطه فوق المنارة، فوق المنارة بمعناها فوق الجسد. عيشوا فوق الجسديات،
فوق كل الحواس، ما يكونش الجسد هو المسيطر. معلمنا بولس الرسول وضع سراجه ده فوق المنار، فوق جسده، قال كده في رسالته الأولى لأهل كورنثوس: أضارب كأني لا أضرب الهواء، بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعد ما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. يعني إيه؟ يعني مش عايش حسب الجسد، عايش حسب الروح. النور اللي جواه ده هو اللي يقوده. ربنا أحبائي بيطالبنا إن احنا نعلن النور الإلهي الساكن فينا من خلال حياتنا العملية، من خلال حياتنا العملية تكون النتيجة يشوفوا فينا نور المسيح فيمجدوا أبانا الذي في السماوات. يكمل الرب يسوع يقول: لا تظنوا إني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. ما جئت لأنقض بل لأكمل. أولا يا أحبائي، المسيح بيعلن إنه مش ضد الناموس، إنه مش ضد الناموس. اليهود زعموا إنه هو ضد الناموس، اليهود زعموا إنه هو ضد الناموس. لو أدركوا حقيقة المسيح يقولوا: إزاي المسيح يجي ينقض الناموس؟ ده هو اللي واضع الناموس، ده هو اللي واضع الناموس، هو اللي اتجسد عشان يكمله. المسيح أحبائي جاء ليكمل ما عجز عنه وصايا الناموس. المسيح جاء عشان يرفع المستوى، يرفع المستوى لمستوى النعمة. في العهد القديم كانت الوصية تقول له إيه؟ لا تزني، ما تزنيش. طب في العهد الجديد المسيح يقول إيه؟ لا مش بس ما تزنيش، لا ما يكونش كمان ليك نظرة شهوانية. المسيح لم يأتي لينقض بل ليكمل. في العهد القديم قال له كده: لا تقتل. أما في العهد الجديد يقول له إيه؟ أنا مش عايز أقول لك بس ما تقتلش، أنت كمان ما تغضبش، ما تغضبش. إذن الرب يسوع أحبائي جاء ليكمل، والتكميل بمعنى الوصول لأعماق النفس عشان ينزع الخطية من جذورها. بمعنى إيه؟ يعني قبل ما الإنسان يقع في خطية صعبة زي خطية الزنا، إيه اللي بيحصل؟ تبقى الأول إيه؟ نظرة، نظرة، فتبقى إيه؟ فكرة، الفكرة تكبر تبقى إيه؟ تبقى خطية. داود وقع إزاي؟ وقع في الخطية إزاي؟ عينه نظرت على امرأة فابتدت الفكرة إيه؟ تكبر، ويسيب نفسه للفكر، وبعد ما الفكر كبر ابتدى ينفذه الخطية. يبقى إذن الرب يسوع جاء علشان يكمل، يقول لك مش موضوع بس انك ما تزنيش وانك ما تقتلش، لا، اقفل المصدر اللي بيجي لك منه الخطية، اقفل المصدر اللي بيجي لك منه الخطية. لو الغضب هيوصلك للقتل اقفل الغضب، لو النظرة الشهوانية دي هتوصلك لخطية صعبة زي الزنا اقفل، اقفل. عشان كده أحبائي الرب يسوع لما جاء أكمل الناموس، جاء ليكمل لا لينقض. رب يسوع جاء أكمل الناموس بخضوعه لوصاياه دون أن يكسر وصية واحدة، وقال كده ليوحنا المعمدان، قال له إيه؟ لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل ما جاي. أنا جاي أعمل إيه؟ جاي أكمل، أنا جاي مش جاي أنقض، أنا جاي أكمل. ربنا يسوع أحبائي لم يكمل في نفسه فقط، ولكن كمل الناموس أيضا فينا، وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول.
لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن. غاية المسيح، غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن. إذن الرب يسوع أكمل الناموس ليس في نفسه فقط، ولكن في كل من يؤمن به. الرب يسوع كمان أحبائي أكمل الناموس بموته، لأن بموته نفذ عقوبة الناموس على البشر. وربنا يسوع كمان كمل الناموس بأنه كشف روح الحب في الوصية، وقال كده: من يحبني يحفظ وصاياي. فإذن خلينا نتجاوب مع الوصية مش على إنها فرض ولا على إنها واجب، لا، عن إنها تبقى تكون إيه؟ تكون حب، تكون حب. بنفذ الوصية عن حب، مش مجرد شوية أوامر وبنفذها وخلاص. خلينا نطيع الناموس ليس خوفا من عقاب، بل حبا فيه. والمحبة أحبائي تخلينا نحفظ الوصية عن حب، وليس زي ما قلت لكم عن فرض. يقول كده: فإني الحق أقول لكم، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. ده أحبائي دليل على كمال الناموس. وهنا بيشير إن أصغر حرف، أصغر حرف هو إيه؟ الآي. عارفين الآي أو اليوتا؟ اليوتا عبارة عن شرطة صغيرة كده فوقها نقطة، شرطة صغيرة كده فوقها نقطة. طيب النقطة دي يقول كده ولا نقطة واحدة من الناموس، يعني حتى النقطة دي ما تزولش، السماء والأرض تزولان، ولكن حرف واحد أو نقطة واحدة من الكلام بتاعي لا يزول. إشارة إلى قدسية الوصية، وصية مقدسة جدا. والناموس حتى في أصغر حروفه بيعلن لنا المسيح عن التزامنا بتكميل الوصية في حياتنا العملية. يقول كده: فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يضع أصغر في ملكوت السماوات، وأما من عمل وعلم، خلي بالكم، وأما من عمل وعلم فهذا يضع عظيما في ملكوت السماوات. إيه هي الوصايا الصغرى؟ ما فيش وصايا صغرى، هي كلها وصايا، لكن في وصايا الناس شايفاها صغيرة، زي نظرة صغيرة كده، زي غضب، زي كلمة كده يقول لك يعني حاجة بسيطة. لا، خلي بالي، لو أخطأت في واحدة يبقى أخطأت في إيه؟ في الكل. الكتبة والفريسيين كانوا فاكرين إن هم بيحافظوا على الناموس من خلال غيرتهم بالتعليم، ما كانوش عارفين إن هم بينقضوه بحياتهم وبتصرفاتهم وبأعمالهم الشريرة. لما حد يعلم بغير عمل كأنه ما عملش حاجة، ولا يكون للتعليم اللي بيقدمه ده قيمة، ملوش أي قيمة ولا ليه أي فاعلية. التعليم بدون عمل يدين المعلم، التعليم بدون عمل يدين المعلم. زي إيه؟ زي أب عايز يعلم ابنه، طيب فعايزه ما يعملش الحاجة الغلط، بس هو نفسه بيعمل ايه؟ نفس الشيء الغلط، نفس الشيء الغلط. طب هيتعلم ازاي؟ انت ما هو شايفك طول الوقت بتعمل الغلط. اللي ما يقدرش يعلم نفسه ويحاول طول الوقت يصلح اخطاء الغير، اسف يعني، يسخر منه الكثيرين. زي واحد يكون أب مدخن مثلا، يتضايق قوي قوي إن ابنه يكون بيدخن. طب يعني
بطل انت الاول التدخين وخلي عندك اراده وبطل التدخين عشان تعرف تعلم ابنك ان الشيء ده مش مظبوط، ان الشيء ده مش مظبوط. ام بتحاول تعلم ابنها او بنتها ان صوتها تبقى هادي وهي طول الوقت في شجار وفي صوت عالي. طب هتجيبه منين؟ هتعلم ازاي؟ هتعلم ازاي؟ هتعلم ازاي الصوت الواطي؟ طب انا الاول اهدي صوتي عشان اولادي يتعلموا الايه؟ الصوت الهادي. اذا مهم قوي ان انا اعمل ثم ايه؟ اعلم. عشان كده المسيح قال ايه؟ اما من عمل وعلم، يبقى جاب الاول ايه؟ العمل الاول. جاب العمل الاول. اما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. يقول اذا فاني اقول لكم انكم ان لم يزد بركم على الكتبه والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. بمعنى ايه؟ بمعنى لو عبادتنا فضلت حرفيه وتبقى عباره عن شويه فروض وشويه حاجات جامده زي الكتبه والفريسيين، مش هيبقى لينا نصيب في ملكوت السماوات. بمعنى ان ربنا عايز يا احبائي عبادتنا ما تبقاش شكليه، تبقى عباده بالروح والحق، تبقى عباده اساسها المحبه. لا نمتنع فقط عن الخطايا بالفعل، ولكن نمتنع عن الافكار الشريره وعن الاراده المنحرفه. ليه؟ لاننا يا احبائي في عهد النعمه، نحن في عهد النعمه، ربنا اعطانا نعمه تعين ضعفتنا لننفذ هذه الوصيه. ربنا ادانا القدره والنعمه من عنده، اعطانا طبيعه جديده في المعموديه، اعطانا نعمه في هذا العهد ان ننفذ هذه الوصيه. يقول كده: قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. واما انا فاقول لكم ان كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لاخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا احمق يكون مستوجب نار جهنم. زي ما قلنا كده، المسيح جاء ليكمل ايه؟ الوصيه. فالمسيح بيتبع البواعث. يعني ايه يتبع البواعث؟ شوف الخطية نبعها فين؟ يقول لك خلي بالك من نبع الخطية في الحتة الفلانية. ربنا عايز يقتلع الشر من داخل النفس. المسيح عايز يقتلع الغضب اللي يخلي الإنسان يقود الإنسان للقتل. والرب هنا يسوع يقول لنا على ثلاث أنواع من الغضب، أو ثلاث درجات من الغضب. يقول لنا الغضب الباطل، ويقول لنا من قال لأخيه رقى، ويقول لنا كده من قال لأخيه يا أحمق. دول ثلاث أنواع من الغضب. الغضب الباطل ده غضب في القلب، والرب يسوع قال عنه إنه باطل بمعنى إنه صادر من قلب شرير، قلب حاقد، قلب مليه رغبة الانتقام، رغبة العراك. واحد بص تلاقيه عايز يتعارك على طول، عنده رغبة في الانتقام. ويقول عنه غضب الباطل لأنه في بعض الأحيان هذا الغضب يكون بسبب أمور تافهة جدا، تافهة جدا وزمنية جدا وأرضية جدا. بص تلاقي إنسان ساير جدا جدا جدا، لما تعرف سبب الغضب تستغرب انه سببه حاجة يعني ما تستدعيش هذا الغضب. يقول عن الغضب الباطل ده انه يستوجب الحكم. ايه هو الحكم؟ الحكم هنا كان معروف
عن محاكم يسموها محاكم قرى، ودي بتتكون من 3 لـ23 عضو كان يقعدوا يحكموا عليه. دي درجة أولى من الغضب. طيب الدرجة الأولى دي ما فيهاش تلفظ بكلام، قول على الدرجة الثانية من قال لأخيه رقى. إيه كلمة رقى دي؟ كلمة رقى دي كلمة سريانية بتعبر عن انفعال الغضب، والكلمة دي فيها نوع يعني من الامتهان، واحد بيقلل من شأن اللي قدام، سبيل الاحتقار، على سبيل الاحتقار يعني، بمعنى يعني آسف يعني أنت فارغ أو أنت تافه. يا شوفوا للدرجة ممكن الكلمة دي تتقال كتير. يقول الغضب ده يستوجب هيئة قضائية عليا، وهي المجمع السنهدريم يعني، وده مكون من 70 شيخ ممكن يحكم على الشخص ده بالرجم، وحكمه لا ينقض يعني، بمعنى ما فيش استئناف، بسبب ان قال لأخي ايه؟ رقى، يعني انت فارغ يعني، او قلل من شأنه. طب الغضب الثالث، نوع الثالث، يقول له من قال لأخيه يا أحمق. هنا الشخص بيعبر عن غضبه بكلمة ذم. كلمة رقى يمكن كلمة ملهاش معنى قوي يعني بتقلل من شأن اللي قدامها، لكن أحمق كلمة جرحة، كلمة جرحة. ده يقول مستوجب عقاب شديد جدا جدا، ده مستوجب نار جهنم، مكان إبليس اللي كان قتالا للناس. اللي يسيب نفسه للغضب بأحبائي يتشبه بإبليس. مش إحنا الإهانة تبقى في لساننا على طول ونبقى عادي يعني، نقول كلام جارح، كلام صعب. فمهم جدا نبقى عارفين، نخلي بالنا إن الغضب، غضب الإنسان لا يصنع إيه؟ بر الله. رب يسوع أحبائي يقول قد سمعتم أنه قيل للقدماء. يعني إيه قيل للقدماء؟ يعني وصايا الله في العهد القديم. يقول أما أنا فأقول لكم. طب إيه يا رب؟ لا يجرؤ نبي، عشان يقول الناس يقولوا نبي، هو مش نبي، هو الله الظاهر في الجسد. لا يجرؤ نبي يقول كده. كان كل اللي ممكن يقوله أو النبي أو يصرح بيه يقول هكذا يقول الرب. أكتر حاجة ممكن يقولها النبي هكذا يقول إيه؟ الرب. لكن المسيح يقول إيه؟ أما أنا فأقول. وده يثبت لينا من ضمن آيات كتير جدا لاهوت السيد المسيح. هو الوحيد اللي يقدر يزود، هو الوحيد اللي يقدر يكمل، هو الواضع للناموس والوصية. يقول كده فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك. هنا الرب يسوع بيختم كلامه عن الغضب، ويقول لنا أهمية وضرورة مصالحة الإخوة. تبقاش في قلبك غضب، ما يبقاش في قلبك خصومة. ليه؟ لأن يا أحبائي إزاي أقدم حب؟ إزاي هتقدم للذبيحة وهو عمل محبة وأنا ببغض أخويا؟ إزاي أتقدم للتناول وأنا غضبان من أخويا؟ ازاي ده يوحنا الرسول كده في رسالته الاولى يقول كده، ان قال احد اني احب الله وابغض اخاه فهو كاذب. هو مش بيقول الصدق، لان من لا يحب اخاه الذي ابصره فكيف يقدر ان يحب الله الذي لم يبصره؟ انا عمال اقول انا بحب ربنا وبتقدم للذبيحه
مخاصم أخويا، إزاي؟ يقول كده: كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن. الحق أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. هنا ربنا يسوع أحبائي ينصحنا وبيأمر الإنسان الغضوب، خلي بالك إنه يرجع عن غضبه ما دام لسه في الطريق. إيه الطريق ده؟ الحياة، لسه عايش على الأرض، عشان لا يسلمه الخصم إلى القاضي. إيه هو الخصم؟ هي الوصية الإلهية. الخصم هو الوصية الإلهية، هي وصية الحب. هنا تقف الوصية كخصم قدام الإنسان الغضوب، الوصية تقف قدام الإنسان كخصم الدينه في يوم الرب أمام الديان العادل هو الرب يسوع المسيح، اللي يسلمه للملائكة، والملائكة هنا كشرطي، ويلقوه في الظلمة الخارجية ولا يخرج من هناك حتى يفي الفلس الأخير، بمعنى يفي العدل الإلهي حقه. نستكمل أحباء دراستنا في هذا الإصحاح في الأسابيع القادمة. بركة القديس يوحنا متى البشير تكون معنا. ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة، إلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.